ماشي غني على الناس ديال العرايش، خصوصا باش تكون واحد القضيه اللي قضيه وطنيه، باش تكون قضيه وطنيه. الاخوان كلهم والاخوات على الصعيد الدولي كيتجندوا، لان القضيه الحقيقه طولت بزاف، والحمد لله لان قبل انتم كتعرفوا متابعين التاريخ، لان ما كانش عند الحق عند جمعيات المجتمع المدني ناقش موضوع الصحراء، ولكن مع قدوم ديال صاحب الجلاله نصره الله محمد السادس اللي قال على انه الصحراء ملك ديال الصحراء ملك ديال المغاربه كامل، سياسيين نقابيين جمعويين خاص الكل الخير، وخير دليل على ان هذا التوجه انه توجه صحيح، لان حاله السحب ديال الاعترافات درك اللي ولات، ورشدوا المغرب تقريبا هذاك الاقتراح اللي كان عطى راه كل شيء تقريبا بدا مؤيدو، وبالتالي اذا الوقت اللي دخل المجتمع المدني في هذه القضيه وبدا الناس كلها كتشاف الامور بدات غاديه في اتجاه لصالح المغرب ان شاء الله. بالنسبه للمنظمه كما تعرفوا الاخوان، وهذا للتذكير، لان تاسست في 2006 واسسوها مجموعه ديال الاخوان، وكانوا من بين الاخوان هما ذاك العائدين الى ارض الوطن اللي كانوا تا هما صغرهم ديال 12 عام و10 سنين، مشاو للجزائر، استغلوا هذيك الفرصه وعمروا هذوك الاخوان الصغار ما كانوش عارفين، ولاو كيشوفوا المغرب على انه بلد محتل، بينما التاريخ يكذب كاع هذيك الامور، ولكن نظرا لان صغار شحنوهم، حنا كنعرفوا الصغير فاش كيشحنيه صافي ما كانش يفكر، ومشاو لكوبا وقراو في كوبا، وكاين اللي مشى ليوغوسلافيا كان في القاعده العسكريه، اذا وجاو وكانوا في الجزائر، ولكن من بعد فاش قدروا وجات المناسبه ديال الخطاب اللي معروف ديال الملك الحسن الثاني ان وطن غفور رحيم، استغلوا الفرصه ورجعوا، وهذوك الناس حسوا بهذه المسائل واستطاعوا ضموا الاخوان كلهم اللي عندهم غيره على هذا الوطن، وكونوا منظمات، ومن بين هذه المنظمات هي هذه المنظمه اللي حنا فيها، اللي حاليا بكل صراحه لانها دوك على الصعيد الدولي ولات عندها الفروع ديالها والمكاتب ديالها، وكاين اشياء اللي مهمه بزاف راه الاخوان كيعرفوها، على انه غادي ان شاء الله حنا على اساس باش يتدفع الدوسي باش تولي عندها المنفعه العامه، وبالتالي باش كتولى منظمه عندها المنفعه العامه كما تتعرفوا كتكون في الامور لا من ناحيه الدعم ديالها ولا من ناحيه الانشطه ديالها. عاد الملف لان اذا كاينين عندنا اسبان اللي مكلفين تاهما مخالطين معنا، اللي واخدين الملف على اساس باش تغطي واحد المقعد ديالها في الامم المتحده الاتحاد الاوروبي باش تكون عندها صوت هي، وبالتالي اذا على صعيد الجهه تقريبا كلها غطيناها 13 جهه، 12 جهه هنا والجهه ديال برا، كان عندنا اختصار جهه الشرق اللي كانت فيها الاقصى وكاع تغطات كامله، الرشيديات الغير بالنسبه بزاف كاع المناطق ديال الشرق هي اللي كانت خاصنا، وبالتالي دوك العدد كثر ديال المكاتب، حنا كثرنا المكاتب اولا باش نوسعوا القاعده، ثانيا طالبين بهذه المسائل باش كنا منظمه كبيره. حنا واحد الحاجه اللي بغيت نضيف للاخوان، حنا بغينا نتعاونوا فيما بيننا، وهذا هو الاساسي، لان الموضوع بكل صراحه لان قضيه وطنيه، قضيه من جمع الشمل الصحراويين، جمع الشمل المغاربه كلهم، وبالتالي راه الا ما استطعناش تجاوزنا بزاف الحوايج باش نمشيو نوصلوا لقدام، غادي نبداو داك الشيء الاهداف اللي دايرين، غادي تبدا ما غاديش نوصلوا في ذاك الوقت اللي بغينا نوصلوا. حنا عندنا الاشاره ديال الاخوان كلهم، راكم كتعرفوا عندنا الاتصالات ديال الاخوان في التليفون، عندنا ديال الفايس، عندنا جميع الاشياء، من هذا الموضوع كنخبركم كلمة الأخت الكاتبة الإقليمية الرئيسة الإقليمية والوفد المرافق، الحقيقة كان واحد الشرف هنا في المنظمة، لأنهم هما اللي مشاو وحضروا ولقاو كلمة، وكان ذاك الشيء يعني فوق المستوى، حتى التقارير كلها اللي جات على الصعيد
المغرب، وعلى صعيد الوزارة الداخلية في الرباط كان تنويه صراحة المنظمة ككل، ولكن خصوصا بالناس ديال العريش كل صراحة الفيديوهات مسجلين، وكانت الأخت الرئيسة صراحة ماشي زيادة، كان فوق المستوى إلى درجة أنه أنا تسيفت عليا في محامي لأن مع العامل مع التحرير مع الإخوان ديال كذا كانت أعطاتنا واحد الصورة اللي في الحقيقة كانت باقية ضد في الذهن ديالنا، ولات السبب ديال المنظمة، وهذا هو النوع ديال الناس اللي بغينا يمشيوا يدفعوا معنا في المنظمة. ودو خير ما كاين مؤتمر ديال الشباب، كاين المرأة، كاين بزاف ديال المحطات، وغادي نقول لكم واحد الحاجة من هنا على أنه جهة العرايش والنواحي ديالها بالنسبة لكم شفتوا الإخوان اللي كاينين على أنه النائب الأول تيجيبوا أطباء من برا، وراها لاحظتوا راه لا يحتسموا هذوك راه طبيبات هذوك الربعة طبيبات ديال تيديروا داكشي ديال الترويض دوك الناس اللي عندهم الإعاقات خاصة هذوك الأسلوب في الداخلة، وكيجيبوا أطباء ثاني من إسبانيا كيديروا جميع ذوك الفحوصات اللي في العينين وفيها كل شيء. وكما كنقول الإخوان من هذا المنبر على أنه هذه الجهة خصوصا هذا الإقليم ديال العريش إن شاء الله من بين الحويجات إذا كان شي أنشطة في هذا المجال حنا راه هنا الإشارة، والمرأة المكتب المحلي المكتب الإقليمي هنا نفس الشيء بالنسبة لطنجة بالنسبة للحسيمة بالنسبة لبوعياش وقريبا الأخت ديال ترقيس. دونك معنا بأنه ولات في المرتبة الأولى في التنظيمات ولا في الهيكلة ولا في العمل.